يعني مع العيد وأجواء العيد رح نبقى، ولكن مع لغة خاصة ورسائل منفهمها كلنا ومنعيشها وبيحملنا لإلنا العيد. شو هي الرسائل وكيف منعيشها ومنفهم معناها وكيف بيبدو مشهد العيد وبيختلف بين الماضي والحاضر؟ رح نتعرف على هالموضوع ورح تجاوبنا عليهم لهي الأسئلة مريم العيسى، خبيرة تدريب ومهارات حياتية. يسعد صباحك وكل عام صباحك وانتي بألف خير. وانتي بألف خير حبيبتي. صباح الخير، ينعاد صباحك عليك وعائلتك بالخير يا رب. مريم، حبيبتي. يعني دايما بالعيد في فرحة وفي غصة، في زعل، وفي شيء من الحساسيات بين العالم بتكون. خلينا نحكي كيف فينا هيك نحضر روحنا لاستقبال العيد نكون متسامحين ومتصالحين مع حالنا أولا. حبيبتي، أول شيء نحن من كلمة رسائل، شو رسالة العيد؟ خلينا نقول دائما العيد مرتبط نحن عنا بإنجاز معين، بعدين أنت عندك فسحة. يعني العيد الأول بيكون العيد الصغير، بيكون في رمضان، في صيام، في تعب يعني معين، في إنجاز معين، بعدين في فسحة معينة. هذا اللي بدنا نحكي عنه، أنه شو الرسالة اللي بدها توصلنا من خلال هاي الكم يوم هدول. وكمان العيد اللي هو هلأ عيد الأضحى هو عيد الحجاج، بيروحوا على الحج وبيجوا، كمان في جهد معين عم ينبذل وبعدها بتجي هالفسحة هاي اللي عم نحكي عنها. فالرسالة هون أنه أنت، خليني أقول لك، البهجة أو الفرح، وبترتبط فيها كل مكونات العيد، هو إجازة كاملة، تمام؟ مثلا وقت معين نحن بناخده مثلا خلال من السنة للسنة، خلينا نقول هدول عندنا العيدين. بعدين يعني ليش أنا بقول هون نحن ممكن نفرح بأي وقت بالسنة، بس ليش هذا؟ أول شيء أنا قلت لك ارتباط العيد بإجازة معينة بعد إنجاز ما، فهو رسالته بس أنه أنت ابتهج وفرح وانبسط. هدول لأنك عملت يمكن إنجاز مهم لازم تنبسط فيه لهذا الإنجاز. بالضبط، هاي شغلة. شغلة تانية، الاستدامة أحيانا بشعور معين. يعني أنا ممكن أفرح بأي مناسبة بالسنة، بس الاستدامة بشعور معين تفقده معناه، يعني أنه أنا ممكن ضل فرحانة كل السنة، ما راح بعد يكون عندنا هذا الشعور اللي هو أنا في شعور مخصص ومرتبط ارتباط معين بالعيد تحديدا، بهذا العيد مثلا. فأنا لازم أفهم أنه أنا في إنجاز معين بالحياة، أمتى ما عملته أنا معناها أنا بدي صير أعطي حالي كمان فسحة العيد نفسها. أنه أنا ليش بيقول الواحد لما أنت كافئ حالك أنت تكون مبسوط، أنت تكون سعيد بعد أي إنجاز بتعمله. فالرسالة هون اللي بيحملها للعيد إلنا هو الفرح، أنه نحن لازم نحافظ على مشاعر معينة خلال هاي الفترة من خليني أقول الإجازة والروحات والجيات واللقاءات اللي بتصير معنا. طيب نحن كيف منعيش هاي الرسالة؟ كيف منعيشها؟ أنا لما أقول لك أنه أنت عملتي إنجاز معين وانت بتستحقي عليه، يعني خليني اقول فرصه، هاي الفرصه انت كيف بتخططي لها؟ كيف منعيشها؟ هاي بترتبط بكل شخص، هو جوه بيته وضعه، وين بيلاقي حاله هو سعيد، وين بيلاقي حاله انا هي الاجازه لازم اقضيها. في ناس تقضيها بالبيت بتقول لك انا كثير بكون مبسوطه، في ناس تقول لك لا لازم سافر. يعني هو التخطيط نوعا ما انا لهي الاجازه لازم يكون مرتب ومنظم حتى مع الاولاد، لانه انت في هون ممكن تزرعي قيم معينه بالولاد خلال موضوع العيد، لانه هلا بس نحكي بين الماضي والحاضر بنعرف ليش مرتبطه بالولاد كمان. تمام. مريم، في شق من السؤال سالتك، يعني احنا كيف فينا نكون صافيين؟ قلبنا صافي، روحنا صافية تجاه حالنا، لحتى يكون يمكن العيد هو تسامح وخير ومحبة، حتى نقدر نقدم هالحب. حلو كتير سؤالك وعميق وبعيد شوي بس رح نقربه. يعني الفكرة هي هاي، ليش قلت لك بعيد بعيد؟ لأنه هو هذا الموضوع مرتبط فينا بحياتنا كلها، إنه نحن لازم يكون عندنا نوع من التسامح، نوع من الصفاء. يعني شوفي، التسامح اليوم كفكرة وكقيمة صعب بالنسبة للناس اليوم، لأنه القيم اختلفت، اختلفت عن قبل. قبل كنا شوي أبسط، كانوا خليني أقول لك، لأنه كانوا شوي أبسط، كانت متطلبات الحياة أقل، فكان عندهم قيمة التسامح أسهل أيسر. طبعا. اليوم نحن هاي القيمة شوي يعني انفقدت منا، ضاعت، وصار اليوم الشخص بيغلط معك غلطة كتير بسيطة أنت بتحسي أي حدا ممكن يكون يعني بيشعر أنه أنا في صعوبة بإني أنا أتسامح معه. أول شيء بدنا نعرف أنه موضوع التسامح نحن بيننا وبين نفسنا هو مردوده إلنا نحن حكما. خليني أقول لك شغلة مهمة، خليني أجيب مثال. إذا كانت ست خليني أقول أو بنت ببيت أهلها، تلقت خليني أقول تربية ما أنا مناسبة وما لها منيحة وانظلمت وإلى آخره، فهي رح تحبط، يصير عندها نوع من الإحباط، وبالتالي نوع من المشاعر اللي هي بتردد كتير منخفض، فبتحمل على خليني أقول اللي كان معذبها، خلينا نقول أبوها. أنا جبت المثال أورجيك كيف نحن موضوع التسامح بيرجع لنا مردوده، يعني التراكمات هي بتحمل معها هذا النموذج اللي هو الأب،
بتحمله معاها وبتضل حاملة عليه، مو مسامحته مو مسامحته، ونحن بنسمع كل يوم وكل دقيقة وكل لحظة. في ناس كثير ما بتقدر على هي الموضوع التسامح، فهي بالتالي عدم التسامح ودائما حاملة بقلبها هي المشاعر، حتجيب لنفسها أشخاص بنفس، خليني أقول لك، بيتغير أبطال القصة بس السيناريو نفسه رح يرجوها نفس الأشخاص ليفرجوها وتعيش نفس هي المشاعر لأنه هي حاملتها. فلما بتتخلص منها، مجرد ما تخلصت منها رح خلص السيناريو بيوقف، هذا السيناريو تبع الناس اللي عم تجي تعطيني هي المشاعر. هي يمكن عم تعززها قد ما بتحكي فيها. طبعا بتحكي فيها بتتعامل فيها، وبالتالي بتجي اشخاص تحمل نفس هي المشاعر. ليش قلت لك شوي بعدنا عن الموضوع؟ لانه هذا بموضوع عميق شوي بس بنفس الوقت كتير مهم. في شيء اسمه آلية السماح. آلية السماح بتحكي عن انه انت الشعور ما فيك يغادرك ويروح منك لحتى انت تسمحي له يكون. يعني انا اوكي انا متضايقه ومزعوجه وكل شيء، بيروح شوي 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 لما بنعترف فيه. نحن غالبا بنخبيه، لا انا عادي ماني متضايقه، لا انا ماني غيرانه، لا انا ماني زعلانه، انا ماني مرتبكه، انا كذا، وانا بكون كل هدول فيني. لما بعترف فيهم بيغادروني. كمان قلت لك هي الآلية شوي طويله وشرحها يطول، بس خليني اقول بس بنقطه انه هو بيرجع الي التسامح، لانه كمان انا ماني ملاك وبحاجه لتسامح الناس معي. ونحن بنعرف انه الشيء اللي بنبعته بيرجع لنا دائما، فنحن بنسامح من باب انه نحن بنستحق كمان التسامح هذا، واريح لانه نحن حاملينه بقلبنا، فهو عم يأذينا نحن أولا. لهيك بنحضر نفسنا بس بموضوع أنه أنا عندي شيء اليوم فسحة وعندي كم يوم عيد بدي أقضيهم وبدي أرتاح، فخلي التسامح يكون حقيقي. يعني أنا لما بروح بسلم على العالم، بروح بقعد معاهم وبروح بشوفهم، واليوم صايرة الزيارات من العيد للعيد فعلا، يعني هي لقاءات العالم. في زيارات مع الواتساب مع الفيسبوك مع عيادات تليفون، هي انكترت. يعني كنتي عم تحكي عن موضوع انه التسامح كان بالماضي يمكن اسهل لان الناس كانت ابسط فعلا. وبدنا نرجع شوي للعيد بين الماضي يعني والحاضر، قديش اختلف العيد وقديش اختلفت قيمه حتى الاجتماعيه والنفسيه وكل تفاصيله؟ هلا اقول لك شغله، هو ما اختلف، الناس اختلفت والبيئة اختلفت. وشغلة تانية، نحن دائما عندنا شعور بالأشياء الماضية لأن أول شيء لأن مضت فهي أحسن، لأن راحت فهي أحلى، لأنه ذكرى. شغلة تانية بترتبط بموضوع الأطفال، خليني أقول لك أنه الأطفال بخاطب العيد الجانب الوجداني عندهم، فبنضل بنحمل ذكرى أنه من زمان كان أحلى من كان وقعه. اولا لانه نحن كنا صغار معنا مسؤوليه، يعني اليوم الست لما بتكبر بيصير عندها العيد ما بيعود له نفس الوقع عليها. ليه؟ لانه هي عم تحمل انا بدي الاولاد يلبسوا، بدي الاولاد ينبسطوا، بدي الاولاد، فانتقلت موضوع بهجه العيد اللي هي بتخص الكبار، لانه انا بدي اعيش كانه نحن خصصنا العيد بس للصغار انه هن لازم. فهذا الموضوع لا، هو الموضوع بس انه نحن نستوعب انه نحن من حقنا يكون عنا عيد وننبسط فيه مثل الصغار، ما نحط الموضوع والعيد كله بس دائما بتعرفي انه ايه العيد للصغار، لا العيد للكل، صغار وكبار والكل. فهو ما اختلف مثل ما قلت لك. شغله ثانيه، اختلاف المتطلبات بالحياه مثل اول شيء، يعني مثل ما حكينا انه نحن الماضي عنا مرتبط بخليني اقول ببساطه وبتعقيد. قبل كانت ابسط، ما كان في نت، ما كان، فكانت اللقاءات اكثر، ودائما اللقاءات هي اللي بتعلم ذكريات عنا، فكانت اللقاءات اكثر. اليوم لانه في صار بعد، في صار هذا الاختلاف اللي خليني اقول لك. اما وشوفي حتى الجيل هذا اللي رح يكبر بكره بيقول لك كان العيد كان احلى، كان العيد احلى صح، فهو خلص لانه مرتبط فيه وجدانيا. يمكن كمان قبل كانت العالم في هي اللمه الحلوه ليا، يعني بنعرف انه كلام انه في عيد قبل باسبوع ببلشوا يجيبوا عده المعمول وعده الحلويات، يعني في كانت روحانيه يمكن موجوده اكثر، كانت عند الناس هي روحانيه التفاصيل الصغيره لازم يعيشوا قبل العيد لوصول يوم العيد. طبعا هلا شوفي مثل ما قلت لك الوقت هو اللي بيحكم. قبل كان لازم، مو مثل اليوم، يعني اليوم مين في بالبيت النسبه اللي بتعمل معمول؟ مين فاضي؟ كثير قلت هي النسبه، صارت العالم تروح تجيب من السوق، اختلف الموضوع. بس شوفي رح يرتبط بكره مع الاولاد بانه نحن كنا وقت العيد نجيب معمول. هي نفس القصه قلت لك، بس مثل ما حكيتي ما رح ننكر بانه اليوم السرعه، الزمن، الكركبه اللي عم بتصير، التنافس اللي عم بيصير انه بسرعه بسرعه بسرعه، كله صار بسرعه، فهي بسرعه انت ما بتلحقي تعيشي هي التفاصيل. بس مع الوقت لما بتروح للأسف، وهي لازم نحن نعيشها أصلاً. بس لما بتروح نحن بنعود بنذكرها، فبنشعر إنه نحن عشنا أيام معينة كانت حلوة، لأنه للأسف ما بنعيشها يعني بلحظتها، بنفس اللحظة ما بنشعر فيها، بتتخزن مع الوقت بنذكرها. مريم، كتير ظروف صعبة مرقت على عيال كتيرة، وكتير من العيال حزانة بالعيد. صحيح. والعيد يمكن بطل له هي البهجة بسبب فقدانهم لشي غالي، لشخص غالي. اليوم نحن كيف فينا
يمكن نعيش تفاصيله، نعوض الفقدان بحالة من الفرحة، أو نحن كيف نقدر نقدم لهدول الناس يلي هن فاقدين شيء فرحة العيد بدون ما نحسسهم بأنه هن عن جد فاقدين شيء. أول شيء مجرد ما نذكر هذا الموضوع قدامهم فنحن عم نذكرهم فيه. هي واحدة. شغلة تانية، شوفي، هي ثقافة الموت نحن للأسف عنا إياها شوي، يعني ما بدنا نروح نواسي الشخص، ما بدنا نروح نقول له انه خلي تجاوز هذا الموضوع، هو عايش هذا الشعور، عايشه اصلا، حكما عايشه، يعني ممكن يغطي عليه شوي، ممكن يداري عليه شوي، الانسان هو اللي خليني اقول لك بيقدر يتجاوز هذا الموضوع او يعيشه. في ناس بدون عيد وبدون كذا بتضل سنين حامله موضوع فقدان لشخص معين، بتضل سنين. هي السنين عن مين راحت؟ اللي راح ما خلص ما أثر عليه، عم تأثر على اللي عايش. فأنا دائما بأول كل المواضيع وكل الأحاسيس للشخص نفسه اللي عم بيعيشها، هو اللي بده يعالجها ويشتغل عليها. فأنا ما بدي روح كتير عالم اليوم والله العيد كان ناقص والله كذا، ما أنت عم تذكريهم لهدول الأشخاص بأنه ناقصهم مثلا شيء معين، لا أنا ما بقرب على هذا الموضوع ولا بلمسه، بعيش مع الشخص تفصيل معين حلو تمام، بدون ما اذكر هاي الامور كلياتها لحالك انت ممكن تساعديه بانه يطلع من هذا المود اللي هو. فطبعا اذا كان شخص خلينا نقول مقرب، غير هيك نحن ما فينا الشخص خلص عايش هذا الشعور يعني. يعني تفاصيل يمكن صغيره بس لها اهميه كثير كبيره. العيد لازم ينعاش بكل لحظاته وبكل تفاصيله، لازم يكون له جزء من حياتنا لحتى نحن نقدر نكمل بايامنا بايام السنه بشكل افضل. نشكرك كثير مريم، ونشكر وجودك معنا، وكل عام وانت بألف خير يا رب. حبيبة قلبي، كل عام وانت بخير مريم، ينعاد عليك، واكيد ما في احلى من العيد. أكيد. وما بصير نحرم اولادنا ونحرم طبعاً حالنا من هالفرحه. حبيبة قلبي، شكرا كثير لك.